أنا السيد خيري أحمد من سكنة ناحية شمال سنوني تابع القضاء سنجار لمحافظة نينوى. أعمل في مجال التدريس، خريج كلية التربية قسم الفيزياء. أنا متزوج وعندي ولد وبنية خالد وسيما، زوجتي هنا، وأخوي نانا أمير أصغر مني طالب كلية الطب. حاليا أسكن بعد نزوحنا أسكن في محافظة دهوك مجمع شارية. من بداية دراستي الابتدائية والثانوية كان معي طلاب من مسلمين إيزدين مسيحيين، كنا مع بعض في ناحية الشمال. أخذوا وياي على مزار لالش، عفوا، على يعني عاداتنا وتقاليدنا. هم نفس الشيء، كنا أزور الجوامع، نزور الكنيسة. كنا ثلاثة بغرفة، واحد مسيحي من عينكاوة، واحد مسلم من ديالى، وأنا يزدي. سنة كاملة تقريبا كنا بغرفة نعيش قدام كل واحد. أنا وصديقي المسلم كنا بنفس الكلية، صديقنا الآخر كان التربية الرياضية وكان ساكن ويا أنا. كنا من نجي تعبان، هاي من نريد واحد منا يسوي الأكل، فإما أزعل المسلم كنت آخذ منه سجادة أقول إذا تسوي الأكل أنا راح أسجد بدالك، يعني خلصي من السجادة. ديش أقول له حتى هو يسوي لي الأكل. بالشهر السادس كنا بامتحان، قبل السادس دخل الشهر السادس، كنا ب 2013 هذا، كنا يعني نتابع الأخبار، وهاي صار أحداث الموصل، يعني دخلوا الإرهابيين دخلوا الموصل. قتلوا أربعة من جماعتنا اللي كانوا يزرعون بساتين بربيعة، صار قتل أربعة منهم. من هنا هذا الحادث، يعني كنا نعرف هاي الرسالة إلنا إنه راح يصير شيء. فورا ما أجوا ودخلوا وحكونا، قال دخلوا وقتلوا هذولا وأخذوا ناس، أخذوا بنات، وقدامك دا يقتلون الأطفال، دا يأخذون شيو، دا يأخذون البنات. من يعني حجم هاي الاحداث قلنا ما نقدر، يعني شلون راح نقاوم؟ المنظومه الدفاعيه كلها منسحبوا. وصلنا على دير ابون ونخابر، الاتصالات مقطوعه، ما نعرف ايش صاير، ما نعرف منو باقي، منو وصل للجبل، منو اخذوا، منو جاي. قلنا لازم نسوي شيء. شفنا احنا نازحين، نحتاج يعني نزحنا هنا، نحتاج واحد يقدم لنا بطل مي. فقلنا احنا نقدر، ليش احنا ما نسويها؟ صارت اتصالات انه قريتين محجوزين، قرية كوتشو وقرية حاتمية. يعني طريق الحاتمية خلصوا نفسهم، بقى كوتشو. مع الأسف قتلوهم، يعني كانوا 480 شخص محجوزين لحد هسه، يعني ما نعرف خبر منهم. ورا ما صار مزرعة كوتشو سوينا احصائيات وكتبناها، ان هذا استشهد وهذا مخطوف بيدهم وهذا فلان منطقه انقتل. يعني تقريبا من كل المجازر اللي صارت 13 شخص او 17 شخص يعني نجوا منها. الشيء اللي قدمها اهالي كردستان، يعني كل المنظمات والحكومات وما قدموها، حتى الجوامع فتحوها، الناس كانوا يقعدون بالجوامع. بشهر 22/12/2014 المنطقة الشمالية انسحبوا منها الإرهابيين. فصبح من طريق زمار رحنا، أول ما دخلت البيت أول شيء رحت على ما قلت أشوف مكتبي، كان عندي تقريبا 700 كتاب مكتبي، شفت يعني ماخذين أكثريتهم، حارقين أكثريتهم، ما باقي غير قليل، يعني ما مخلين شيء. الصور كان حارقينها وشاقينها بالأرض، ملابس كان حارقينها، يعني
كان موقف مؤلم. أنا دائما كان يسألوني من ترجع يعني كيف راح تعيش مع المدرسين العرب، خلينا نقول اللي وياك اللي كان وياي مثلا باقو، واحد منهم كان يتصل بي أول أيام والناس شاف أخوه كان يشيل علم داعش وعلى الأبنية وهاي، فقالوا كيف تقدر يعني تعيش مع هذا؟ قلنا إذا صار عدالة وهذا اللي صار وياه أخذ جزاء وحكموه نقدر نعيش مع أمور، هذا إذا كان صار معهم أخذ جزاء وهذا أخوه ما له ذنب. كنت متطوع في يعني عدة منظمات لمساعدة النازحين، فتحنا هذه المدرسة وطوعت فيها كمدرس، طوعت إلى خلصنا سنة والحمد لله، يعني كان نسبة نجاحي بالمدرسة الأولى نسبة نجاحي كان 91 طلاب 91%، وهاي أيضا بالتأخي همينة كان 90%. واحد من عمامي هسه موجود بكندا قال تعال على ترك، يعني سوالي قال أسوي أوراقك بـ UN أكمل الطلبية مع كندا وأنت وعائلتك تجي. بعد ما شفت قلت هسه أني أروح، إذا أني أروح والمدرس الثاني يروح والدكتور يروح، منو راح يشيل يعني هذا المجتمع، منو راح يبقى بيها؟ فصار شيء داخلي قلت ما يصير أسافر، يعني أترك هذا، يعني أترك هاي المدرسة، يعني أترك هاي المدرسة، أترك هاي الناس. فصار هذا الحس الداخلي، خبرت أصدقائي وهاي قلنا لي ما يصير كلنا نطلع وهاي، فبقيت أنا والحمد لله يعني بقائي يعني ما نضمن عليه. أتمنى يجي يوم، أتمنى يجي هذا اليوم، يعني يوم يصير بها يعني خلينا نقول حي سكني بها مسلمين بها يزدين بها مسيحيين يعيشون سوا، يطلعون سوا أطفال مع بعض، يتعلم على اللغة، خلينا نقول اللهجة الكرمانجية مالتنا اليزيدية، اللغة يعني المسيحية، اللغة العربية، يعني دمجون مع بعض يتعلمون لغات. أنا أكل بمطبخ المسلم يجي أكل بمطبخي نوع المسيحي، نأكل بمطبخ. أتمنى هذا الشيء يصير. رسالة لكل عراقي، إحنا القضية صارت براسنا، لازم كل عراقي يحس نفسه ويقدم شيء ويضحي بشيء حتى يحس إنه قدم شيء للإيزيدية، حتى يشوف إنه هذا القضية فعلا هي قضية مثقف عراقي، قضية إعلام عراقي، قضية مسؤول عراقي، قضية كل عراقي ينتمي أو يشوف إنه انتماء عراقي.